أيضا للمزيد والاقتراب أكثر من هذا المؤتمر والتغطية الحية المباشرة من التلفزيون المصري، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. يعني بعد التحية أستاذ جميل، أهمية هذا المؤتمر في النسخة الحالية واللي بيكتسب أهمية خاصة الحقيقة في ظل ما يتطلبه أو تتطلبه المرحلة الجديدة في العالم؟ هو طبعا هذا المؤتمر في هذا التوقيت هو مؤتمر مهم في توقيت مهم جدا. صحيح. احنا شايفين في الوقت الحالي ان اتجاه الدول كلها بتتجه، دول العالم اغلب دول العالم، الى الاقتصاد الاخضر والى البيئه النظيفه والطاقه الجديده والمتجدده، وطبعا ان مصر اصبحت في الوقت الحالي هي الرائده في هذا المجال، وان ليها دور كبير جدا في ان هي تحول الطاقة النظيفة، العمل داخل الدولة بالطاقة النظيفة، وإن مصر كمان هتستضيف في نهاية العام الحالي مؤتمر المناخ اللي هيتم إن شاء الله في مدينة شرم الشيخ. إذا مصر تسير بخطوات ثابتة وخطوات سريعة في هذا الاتجاه، في اتجاه الطاقة الجديدة والمتجددة، وطبعا مصر بما تمتلكه في الوقت الحالي من خبرات هي قادرة على أنها تكون يعني النواة اللي هيبني عليها القارة الأفريقية كلها أنها تتجه إلى هذا الاتجاه. وزي ما قلنا أن مصر أيضا في منطقة مهمة جدا اللي هي في منطقة الشرق الأوسط، هي ليست رائدة في أفريقيا ولكن رائدة أيضا في الشرق الأوسط، وأن هي تستطيع أن هي تنقل ما تمتلكه من خبرات أو تساعد العديد من الدول في اتجاه الاقتصاد الأخضر في الوقت الحالي. أستاذ جميل، تفضل كمل. فطبعا وجود هذا المؤتمر في الوقت الحالي أعتقد أن ده خطوة من الخطوات اللي بتتخذها الدولة المصرية، وطبعا وجود هذا الزخم من وزراء البترول على مستوى العالم والشركات المتواجدة على مستوى العالم، أعتقد أن ده كل ده بيعطي الثقة للدولة المصرية في هذا الإطار. الرئيس السيسي قال خلال افتتاح النسخة الخامسة اليوم من مؤتمر إيجيبس 22، قال إن مصر من الدول القليلة في العالم التي حققت نمو اقتصادي رغم الظروف الحالية التي مر بها العالم. يعني تقريبا كان كل العالم مغلق، ولكن هنا في مصر كانت عجلة الاقتصادية يعني تدور بشكل مستمر. بالضبط، هو في مصر العجلة كانت مستمرة، ومصر كانت الدولة رقم 2 على مستوى العالم في النمو الاقتصادي وقت جائحة كورونا، ان العالم كله توقف، العالم كله تم اغلاقه، لكن مصر استمرت نتيجة الاستراتيجية الاقتصادية اللي تم وضعها والعمل داخل الدولة المصرية في كافة المجالات، كل ده لم تتأثر الدولة المصرية. وعلى الجانب الآخر تم احتواء أيضا الفيروس كورونا، فالدولة استطاعت انها تمشي في اكثر من في المسارين اللي هو احتواء أزمة كورونا، وعلى الجانب الآخر النمو الاقتصادي، وأيضا الدولة كان ليها خطط اقتصادية انها ساهمت أيضا من خلال انها تدعم المواطنين المصريين وخاصة العمالة المؤقتة والعمالة اللي تضررت من عمليات من نتيجة فيروس كورونا. إذا مصر لديها استراتيجية واضحة، استراتيجية ثابتة تسير عليها، هذه الاستراتيجية قدرت أنها تجعلها من الدول المهمة جدا في مجال النمو الاقتصادي على مستوى العالم في الوقت الحالي. على صعيد المشروعات القومية، قال أيضا الرئيس السيسي إن مصر نفذت بالفعل مشروعات تنموية يعني تقدر أو بقيمة 400 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة. يعني تقدير حضرتك لهذا التصريح؟ هو طبعا تصريح من السيد الرئيس هو تصريح مهم، وهو فعلا الدولة المصرية استطاعت خلال المرحلة الأخيرة أنها تنفذ الاستراتيجية إعادة بناء الدولة والتنمية الشاملة داخل الدولة المصرية، وده اللي احنا كلنا شفناه خلال الفترة خلال السبع سنوات الماضية من خلال مشروعات
تنموية كبيرة، ومن أجل أيضا تحويل الدولة إلى الاقتصاد الأخضر. شفنا العديد من المشروعات التي تمت من خلال الطاقة الشمسية، مشروعات الطاقة الشمسية، وأيضا صحيح. من خلال مشروعات تحويل المواصلات أو النقل العام إلى الغاز الطبيعي، تحويل مدينة شرم الشيخ إلى محافظة خضراء. كل ده الدولة بتسير بخطوات واضحة جدا في الاتجاه التنمية الشاملة، وأيضا المحافظة على البيئة والمحافظة على المناخ خلال الفترة الماضية، بجانب أيضا المدن الذكية التي تم الانتهاء منها أكثر كل المدن، أكثر من 15 مدينة ذكية جديدة تم بنائها داخل الدولة خلال السبع سنوات الماضية، وكلها بتعتمد أيضا على الطاقة الشمسية وبتعتمد على المواد التي لا تضر البيئة. الرئيس السيسي أستاذ جميل النهاردة كمان أكد على أهمية القارة الإفريقية، ودائما ما يؤكد في جميع المناسبات أو المحافل الدولية، ولكن أيضا أكد على استغلال الموارد اللي بيساهم في تأخر دول القارة عن مواكبة التطور. يعني ده بيدي فراغ كبير وبيدي فرصة لظهور الإرهاب وقضايا مختلفة في القارة. هو بالطبع مصر كان ليها دور كبير منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هو مهتم بشكل كبير، وأن الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بالقارة الأفريقية، وده صحيح. اللي احنا لاحظناه خلال الفترة الأخيرة، وأيضا خلال تراقص مصر للاتحاد الأفريقي، وشفنا الدور اللي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى العالم كله بنقل وجهة النظر الأفريقية في التنمية وفي إعادة بناء الدول الأفريقية مرة أخرى، وهو ده اللي احنا شفناه في مؤتمر روسيا وأفريقيا والصين وأفريقيا وأيضا اليابان وأفريقيا، كلها كانت مؤتمرات الرئيس قدر ينقل وجهة النظر الأفريقية وإعادة بناء الدول الأفريقية مرة أخرى، وأيضا الاهتمام بالثروات الأفريقية، لأن في الوقت الحالي طبعا العديد من الدول والعديد من التنظيمات والجماعات الإرهابية كانت تسعى أنها تتوغل داخل القارة الأفريقية، لكن مصر في هذا الإطار كان ليها دور مهم جدا في إعادة إحياء تنظيم الساحل والصحراء والتعامل مع هذه مع الجماعات الإرهابية المتواجدة داخل دول الساحل والصحراء، وإقامة مقر لمكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء في القاهرة، وتدريب العديد من الضباط والجنود في الدول الأفريقية لمواجهة طبعا عمليات التسلل اللي بتنفذها الجماعات والتنظيمات الإرهابية إلى القارة الأفريقية لإعادة الانتشار مرة أخرى إلى بعض الدول وتنفيذ عمليات إرهابية. إذا مصر تسير في مسارات عديدة داخل القارة الأفريقية، هو التنمية الشاملة والمستدامة داخل القارة الأفريقية ونقل الخبرات المصرية إلى القارة الأفريقية، وأيضا مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية المتواجدة داخل القارة الأفريقية. أستاذ جميل العفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك.